السلام عليكم. اليوم مع وصفات مهيدة راح نديرو لازانيا. اذا ها هي معنا لي لازان، لكن بواحد الطريقه يعني بلا ما نغليها، سريعه سهله والبنه ما نحكي لكمش. اول حاجه نبداو بلاصوص تاعنا. راح نحتاجو هنا اللحم مكفت، فيون داشي الكميه اللي حبيتيها. عندي هنا حوالي جوج حبيبات طماطيش مسكرفجين، بصله مقطعه، طماطيش مصبره، الزيت ولازان طبيعه الحال. ونكملوا المقادير الاخرى مع تقديم الوصفه. ندير شويه تاع الزيت سخن، وندير هذاك البصل يتقلى، نقلي مليح هذاك البصل حتى يذبل. كاول مرحله نبداو بهذا البصل هذا، نطيبوه مليح حتى يتقلى لنا مليح. بعد ما تقلى لي هذاك البصل نزيد عليه كميه تاع فيون داشي، ندير عليهم شويه تاع فلفل الكحل. اذا نحاول نختصر لكم شويه في الفيديو باش ما يجيناش طويل بزاف، ندبلو شويه تاع الملح ونطيب هذاك اللحم مع البصل مليح. من بعد ما طاب لي هذاك اللحم ندير في الوسط مغرفه طماطيش مصبره نقليها مع هذيك لافيون داشي. دائما طماطيش مصبره، دائما نقولها ونعاودها، بالك وحده ما سمعتنيش ولا. دائما قليها طماطيش مصبره، ما ديريهاش في الاخير، على الاقل تنزلك بنه الطبق تاعك. اذا نقليهم مليح، في الاخير نضيف عليهم هذيك طماطيش مسكرجه. نخلي الكل يكمل طيابه. من بعد ما تقلات لي هذيك الطوماطيش نضيف عليها حوالي نص كاس تاع الماء، لانه لاصوص تاعي مانيش حبتها ناشفه، حابه يعني تكون فيها شويه لاصوص، لانه هذه هي اللي راح تطيب لنا لي لازان تاعنا في الكوشه. اذا نغليها تغلي حوالي 5 دقائق ونطفي عليها. من بعد واش نوجد؟ نوجد اون صوص بيشاميل. عندي هنايا مغرفه تاع زبده كبيره نخليها تذوب. من بعد ندير عليها مغرفه تاع فرينه ونحمص هذيك الفرينه مليح في الزبده، يعني نفس السنيوه تاعي راح نحتاج غير مغرفه مغرفه. الا درتي سنيوه كبيره وافراد عائله كبيره يعني زيدي ديري زوج مغارف فرينه زوج مغارف زبده. اذا نبقى نزيد في الفرينه في الحليب، انا دائما نزيد الحليب سخون. اذا نبقى نزيد في الحليب السخون هكا باش نربح الوقت فقط، ونجهزها بالخف. ندير حوالي زوج كيسان حليب، لانه لاصوص بيشاميل تاعي راني حبتها شويه تكون يعني مرخوفه، ما تكونش عاقده بزاف. يعني شوفوا لاصوص بيشاميل تاعنا بالخف توجد، هاي بدات تغلينا. درت حوالي زوج كيسان تاع حليب في مغرفه، ندير عليهم حبيبات تاع الجبن مثلثات، ندير كميه تاع فلفل الكحل، وندير الملح. اذا ندير شويه تاع الملح ما تقدرش، لانه درت الفرماج، ونبقى نخلط فيه حتى تذوب هذاك الفرماج. ولاصوص بيشاميل تاعنا راهي واجده، يعني من اسهل الوصفات. انا راح ندير فيها الطبق هذا. واش ندير؟ ها هي اللازان تاعنا اليوم، يعني ماشي راح نغليها، راح نديرها مباشرة في هذه، يعني جينا ساهلة وجينا سريعة التحضير. أول حاجة نبدأ بها هي ندير الطبقة الأولى، ندير كمية تاع لاصوص بيشاميل هي الأولى. إذا نمشيها كطبقة، طبقة أولى، وندير عليها هذوك لي كوش تاع اللازان تاعنا خضوره. اذا بسم الله ندير زوج لهنا مثلا، لهنا هاي جاتني حبه بهذه الطريقه. من بعد واش ندير؟ ندير طبقه تاع لاصوص طوماط. على هذه نقولكم خلوها شويه جاريه، لانه هي اللي رايحه تطيب لنا هذوك اوراق تاع اللازان. انا درناهم خضوره ما طيبناهمش.
بعد ندير كميه قليله فقط تاع الصوص بيشاميل بهذه الطريقه. نمشيها عندنا، نديروا شويه تاع صوص بيشاميل، ندير كميه تاع فرماج رابي. انا استعملت هنايا الشيدر، دائما نستعمل الشيدر، وكل وحده تستعمل يعني نجيب المبشور اللي يناسبها واللي يحبوه. نزيد طبقه تاع اللازانيا، يعني بطة واحده راح تشد لك يعني ما شاء الله. انا راح تكفيني هذه لانه كي طيب شويه راح تنفخ. بعد واش ندير، نديروا لاصوص، ندير كامل هذيك الكميه تاع لاصوص، يعني طبقات تاع اللازان ديري كيما حبيتي. كان يحب يدير بزاف طبقات، انا راح نكتفي بثلاث طبقات فقط. اذا من بعد ندير الطبقه الاخيره، هذه هي الاخرى، يعني ما نديروش فوقها لاصوص كيما رانا نشوفوا، وندير عليها هذيك لاصوص بيشاميل. الطبقة الأخيرة دائما تكون لازان وتكون لاصوص بيشاميل. الفرن تاعي راني شعلته على 180 درجة، يعني ما ديريش النار قوية بزاف، ما ديريش سخون هكذا باش يطيبوا لك هذوك لي كوش تاع اللازان اللي عملناهم. إذا هذه الطريقة، وندير كمية تاع الجبن المبشور على الوجه، يعني دير طبقتين تاع الجبن المبشور، طبقتين تاع لاصوص، وطبقتين تاع لاصوص بيشاميل. يعني رغم انه مقادير قليله، لكن شوفوا شحال دارنا المول، المول راح يجي ما شاء الله. اذا ندخلها للفرن، اذا راح ندخلها للفرن على 180 درجه، تاخذ وقتها في الطياب يعني حوالي 45 دقيقه. نخلوها تطيب مليح ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده للازان، بعد ما طيبتهم يعني ما مدخلين موس، يعني تسيبيهم طايبين، يعني تحسيهم انهم طايبين. فقط لاصوص بيشاميل ديريها خفيفه، ولاصوص تاعك تاع لافيون داشي ديري فيها شويه لاصوص، يعني ما تنشفيهاش بزاف، راح نقسم منها شويه. اذا بسم الله، يعني شفتوا جهزتها في اقل من، اذا جهزتها في اقل من نص ساعه. اذا راح نقسموا منها قطعه هكذا باش نشوفوها كيفاش جاتنا. ودائما لي لازان كنصيحه ما تاكليهمش تمتم سخونين، كي تخرجيهم من الفوق تاكليهم، خليهم على الاقل يتشربوا. بالمناسبه انا خدات لي حوالي، يعني الوقت خدات لي حوالي 35 دقيقه. اذا ها هما اللازان تاعنا، لي كوش تاع اللازانيا، لا فيون داشي، الفرماج في الوسط. اذا ها هي معنا. نقسم منها قطعه هكذا باش نشوفوها عن قرب كيفاش جاتنا. بسم الله، ها هي، نتمنى انكم تجربوا الوصفه، اكيد راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.